ارحب بضيوفي واخش في الموضوع. يلا ماتشات امبارح، البدايه مين كشر عن انيابه استاذ محسن؟ لا، الماتشات امبارح ما كانش فيها مفاجاه باستثناء طبعا تشيلسي. أي. لكن الماتشات واقعيه جدا، ريال كسب بره بسلاسيه. شختار ما عملش مفاجاه امبارح؟ يعني مش هقدر اقول مفاجاه قوي يعني. لكن ميلان لما يتعادل المجموعه دي هي اللي كان فيها الشويه المفاجات، ان تشيلسي يتغلب ومغلوب. أي. من الدور من الشوط الاولاني يعني. لا كمان الشوط الاولاني يعني عندك فرصه ما كانش فيه خالص. ميلان برده كان متاخر وقدر يتعادل، لكن هي المجموعه كده شويه بتتعقرب يعني. سالزبورج ودينامو زغرب وميلان وتشيلسي، كلنا بنقول تشيلسي وميلان طبعا. أيوه. ونتمنى ده يحصل كده الاسبوع اللي فات. احنا قلنا كده الاسبوع اللي فات ونتمنى ده يحصل، لكن واضح متوقع نيجي نتكلم الاسبوع اللي بعده خالص. ما هي دي حالات كره القدم. أيوه. يعني لكن طبعا الجماعه الكبار دول اللي هم يعني ايه، سواء بقى مانشستر سيتي فوزوا على اشبيليه، ده طبعا متوقع يعني. طبعا وعندهم اللي هو من بقيه او من بقيه قوم عاد، ده هالاند ده حاجه سبحان الله يعني. وريال مدريد طبعا ده حدث ولا حرج، حتى وان كان في الشوط الاولاني انتهى 0-0، كان الشوط الثاني خلاص انهى كل شيء. لكن طبعا تبقى المباراه للجميع طبعا حظي بالمشاهده، طبعا حاجه من عالم اخر. و مش عارف، عايز اقول السنه دي ممكن، هل يا رب يقدر حد من الجماعه اللي اصحاب المال سواء السيتي او باريس سان جيرمان يقدر يفوز بالبطوله دي؟ مش عارف يعني، رغم طبعا فوزهم بس برضه قصه صعب. في السيتي مش مال بس، قصه في السيتي بيب جوارديولا. كوره وفن وهندسه زي ما بيقول. بالظبط. استاذ خالد، مين كشر عن انيابه او مين شفت امبارح بيقول انا جاي عشان انافس على البطوله واحقق اللقب؟ باريس سان جيرمان بيقدم مستويات مش مفاجأة، بس في نفس الوقت بيستغل التعثر بتاع يوفي سواء في الدوري الإيطالي أو بالانتدابات الجديدة. يوفي كان قريب جدا في الآخر على كان قريب. بس ماسيميليانو أليجري أنا عندي مشكلة جامدة قوي معاه. مشكلة كبيرة يعني. ماسيميليانو أليجري الفترة اللي فاتت كلها متفرغ للتصريحات هو. يعني بس حتى كابيلو طلع قال له كفاية نكت، يعني كفاية إلقاء نكت وركز في الملعب شوية. بتعمل انتدابات عظيمه جدا، لياندرو باريديس، بوجبا، دي ماريا، عندك لعيبه كويسه زي كيازا. بالمناسبه كيازا، دي ماريا، بوجبا، تشيزني، الاربعه مش موجودين. مش موجودين. مش موجودين في التشكيل. بوجبا عشان اتكلم على قوه ضربه يعني. الاربعه دول لو موجودين ممكن يوفي كان يبقى ليه شكل تاني. بس هي الفكره، حتى في الدوري لما انخيل دي ماريا كان بيلعب، لعب اول ماتش وبعدين اتصاب، لما حتى لعب انخيل دي ماريا ما حسيتش انه يعني هو فارق عن الباقي. بس يعني توظيفه في الملعب مش هو مش قوي، لانه ماسيميليانو أليجري، هو ماسيميليانو أليجري عامل زي زي انشيلوتي. اوكي، مدرسه، المدرسه اللي عكس تماما جوارديولا وكلوب، اللي هي المدرسه اللي بتعتمد اديني 11 نجم هوظفهم لك كويس وهلعب بيهم كويس وهكتسح اي حد قدامي. ما عنديش القدره على ان انا اطور وان انا اكتشف مواهب من تحت وان انا اعيد توظيف اللعيبه. انا 1+1=2. عندي جينارو جاتوزو هيلعب نص ملعب، عندي سيدر فيلعب بوكس تو بوكس، عندي شيفا بالظبط كده. نفس القصه مع ماسيميليانو أليجري، باختلاف العناصر اللي كانت بتلعب معاه. ماسيميليانو أليجري واحد عنده نجوم هيقدر يلعب كويس، ما عندوش نجوم العك اللي حاصل من السيزن اللي فات استمرارا للسيزن الحالي هيستمر. فباريس سان جيرمان قدر يستغل الفرصه دي. طبعا يعني انا مش متفق مع استاذ محسن، لانه 4-1 على لايبزيج ده نتيجه تقيله. انت بتتكلم على مفاجاه على شختار. 4-1 على لايبزيج. لايبزيج واحد من الفرق المميزه جدا في اوروبا. لا، وستيل ما لايبزيج عامل زي يورجن كلوب، عامل زي بروسيا دورتموند. اللي هو اللي بيبيع لعيبه كتير وبيكتشف غيرهم. وبيظل على نفس مستوى سالزبورج. لايبزيج بالظبط سالزبورج. عشان كده امبارح لما حتى كنت بتكلم عن مباراه الميلان، وانا مشجع الميلان على فكره. انا ميلانيستا من 97 مثلا. اوكي، انت من الجيل الذهبي لل بالظبط كده، تشيفيتشانكو وما قبل ده وروي كوستا. بالظبط كده. انا ما كنتش متخيل ان الميلان ممكن يكسب. فنتيجه التعادل انه في الليجا في الكالتشو السنه اللي فاتت يعني معجزه. دي معجزه. مقدم كوره ومقدم والسنه دي مقدم حاجه. بس هي الفكره فيها انه الميلان مالديني مسارا منكادا ماشيين بخطوات ثابته في فكره المشروع. احنا مش مستعجلين على حصد النتائج، احنا ماشيين بالمشروع. ما بنجيبش صفقات كبيره، بنكتشف لعيبه صغيره وبنجيب لعيبه بروميسنج من بره زي ديكاتالير. بس خد بالك السنه دي في ريد بيرد في 1.2 مليار دولار محطوطين على الترابيزه. ما هو قبلهم كان في بنك اليوت بولسنجر وباولو سكاروني برضو كانوا بيصرفوا كويس. بس انت عندك مشكله في قواعد اللعب المالي النظيف. انت اصلا مجدول مع الاتحاد الاوروبي عشان ما تقعش تحت مقصله العقوبات والغرامات والاقصاء الاوروبي. فانت مجدول الحاجات لحد 2024. أوكي. عشان كده الميلان تم توقيع عليه عقوبه، بس هي اقل عقوبه وقعت من الاتحاد الاوروبي على كل الانديه اللي وقع عليها العقوبه. 2 مليون بس.
في 50 وفي 60، في برشلونه ما وقعش في تحت المقصله دي في مانشستر سيتي لان العوائد بتاعتهم كانت بتغطي على نفقاتهم. تمام. الميلان عشان المشروع اللي عمله مع قانون اللعب المالي النظيف والاتحاد الاوروبي وقع عليه 2 مليون فقط، وتم جدوله 4 سنين كمان عشان يساوي اوضاعه. فالميلان ماشي بنمط كويس، احنا مش مستعجلين على النتائج بقدر ما احنا عايزين بس نحس ان الميلان ماشي بخطى ثابته في فكره المشروع مش اكتر. تمام.